عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ حيا خليك. اليوم بتسوي صالون تجاي؟ نعم نعم صالون. وانا بسوي الخبز ان شاء الله اليوم. اليوم صالون بريد. شو المقادير عندك؟ المقادير موجوده الحمد لله كلها مع هذا الزنجبيل الناشف والخشب القرفه والحين هذا الدجاج هذا الكمون الناعم هذا القرفه الناعمه هذا الهال الناعم هذا الفلفل الاحمر بدراز هذا الفلفل الاسود حب هذا الليمون الناشف هذا عندنا البصل عندنا الفلفل الناعم الاسود عندنا الكمون ناعم عندنا الفلفل اللي هو الحب عندنا الملح عندنا الهال الحب عندنا الطماط عندنا الفلفل فرش الرومي هو عندنا الكوسة عندنا الجزر عندنا البطاط البليه عندنا الثوم عندنا الورق الغار عندنا البقدونس والكسبر عندنا الزيت. الحين بنكسر. صبر انا بشيل عنك ام احمد. يلا صبي الزيت ام احمد. ان شاء الله الزيت هذا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تحمل عن ايدك. هاي الزيت بنقلي فيه السماء الدجاج. خلي يحر الدجاج عشان السوله. خلي يحر الدهن يا معلم. خلي يحر الدهن شويه. عشان اذا ما حر الدهن الدجاج يلزق. تكسر. هذا هو احنا شغلنا نسويه، حد يقول لي في الطابه، حد يقول لي بتاوه، حد يقول لي في الجدر، حد يسال على موجب الرغبه اللي اذا قليته بالجدر يتم انه خفيف، سهارات ميانه ما يعني عشان نكهه الدياي والبصل وهذا كله يتم بقدر واحد الحمسة اما تقليه بقدر والشي اللي تحطيه منه ما حلو ما له طعم. هي وهاي الحين ان شاء الله انا بدق هالخلطه اللي هي خلطه ام احمد. هذا ضافت عليه اضافات ام علي حطيت عليه الحين بحطي عليه هذا شوي بزيد عليه هذا هالحب ثلاث حب اربع حبات هال شوي بضيف عليه شويه هذا بعد انا الحين سويت عليه اضافات عشان يطلع النكهه احسن الحين انا بدق لازم احنا هاي ضروري ندقه كل طبخه ما ندقه ونخليه عشان يستوي افرش عشان من تجي على طول تحطيه بالصالونه الصالونه نعم يكون في طعم لام احمد هي طعم في طعم الصالونه الحين لازم تدق لي هذا زين يمكن الدهن حر ام احمد ما بتحطي لي دياي الحين ان شاء الله خليه يحر الدهن الدهن ان شاء الله بحر خليه يمكن حر ام احمد يلا كشف عنه يلا بسم الله بسم الله حطي لي دياي بسم الله الرحمن الرحيم تحملي تحملي ام احمد امسك عندك لا ما علي بسم الله الرحمن الرحيم تحملي ام احمد شوي شوي بسم الله الرحمن الرحيم هذا الدياي هذا شويه بنحمره حق الصالونه صالون للدياي هو للفريد ايه هذا صالون للفريد لما تخلص الصالونه ام احمد انا بدور اخبز بدور اخبز بعدين بنسوي فريد الفريد وان شاء الله تعجب المشاهدين نحن في منطقه شيص شيص صح ايه نعم نحن شيص صايم احمد لا ايه ممتعين ممتعين بوصلي بال بوصلي بال ممتعين ما شاء الله يلا إيه. سكري معي ما عادي بسكر ام احمد ايه هذا الدياي اللي هو هاي هي شيص ام احمد هذا شيص نعم والله ما حلو بس إيه اول ما تدخلي شيص لكن البلد قدام هي صح ايه منطقه حلوه بين الجبال ياسين حلوه هاديه هاديه منطقه هاديه ام علي هادي المنطقة ما فيها وشوشة ما فيها شيء ما فيها يكون سيائر قليل ما هادي المنطقة منطقة حلوة هي منطقة حلوة هذا مناطقهم هم أولين عندهم هناك وعندهم هنا منطقتهم هذا هادية هنا احنا يوم نسوي المطار يستوي هذا اني ترى انا بسيائر لكن ما تمشي الا سيائر فور ويل نيسان لان سيائر صغار وبكب بعد اي وبكب اي سيائر كبار عندهم تروح سيارة صغار ما تقدر ما تقدر سيارة صغار لأن ليش ماي وايد بالوادي ينزل هي صح سيارة تغرز تغرز هي لكن الفيل عادي يمشي البكب الاستود لافندر هذا تمشي هي يمشي تمشي هاي كلها هاي صح كلامك ما كلها تمشي هذا كنا يوم يجي المطر أمس يوم يجي المطر وصلنا نص الدرب ما شاء الله ما رمنا طول صالون هنا مغرز تبارك الله ايه مغرز الصالون خاصه يكون مطر جاي والارض هذا رويانة ايه ما شاء الله ماشي عندنا مزارع لهنا صح حلو نزلنا والله انا قصيت المطاره مال الماي
وغرفت ماي اشرب، قمت عيالي اقول لهم دوكم شربوا ماي، هاي ماي مالات ما يطلعوا يشربوا، انا شربت كلاصين عندهم، بعدين شوف اليهال قام يشربوا، شربتهم ماي ماي مال جاي من فوق من الله اشربوا. حتى انا في البيت معلي يوم يطيح المطر يومين ثلاث غسلت المواعين وخليته بالحوش، ولبت لي ماي حطيه في المطاره ونشرب منه. زين 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 ام احمد زين، نشرب منه ولف منه، امس ما لحقت انا ما موجوده. هي صح. انا معلي شوف شو ما 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 مر بلا مر، هذا اللي يلا الدياي بعدين بتحطي فوق البصل لام احمد؟ اي نعم، بحط البصل بنحمره فوق هذا البصل، بنحمر البصل بعدين الثوم معه، الثوم والبقدونس والكزبره عشان كله اول تحمر الدياي شوي بعدين بتحطي كل شيء معه. هي كل شيء معه عشان يتحمر مع بعض عشان كله تتم النكهه داخل الجدار. تم النكهه عليه، هذا احنا تقلي دياي في الجدر احسن عن تقلي في هذا التاوه. ايه عشان كله ام احمد التم داخل البهارات التم داخله، اشكل البهارات التم داخل تقليناه. هنا حطيت البصل لام احمد؟ حطينا البصل، حطينا البصل حمرناه عشان يتحمر وياه، عشان يتحمر ولا يشيل الزفاره عنه، شيل الزفاره. يلا سكر علي ام احمد. اي سكر علي، هذا هو الطبخه عشان تعرفي البصل مع الدجاج زين، مع الدجاج والصالونه والبهارات صح. يشرب وده يشيل الزفاره ويشيل هذا كلها الخلطات هذه. الحين انا بدق هالخلطه، حطيت عليه اضافيت عليه اضافه ام علي. اي حطيت اشوف الحين زيت المقادير. اي الحين بحط عليه زنجبيل شويه، اول ما حطيت عليه الحين بحط زنجبيل مع الثومه، حطيت هاي ثوم هاي زنجبيل مع الثومه. خلاص انكشفت يا احمد خلطتك السحريه عقلتش خلاص انكشفت. خلت انكشف ما عليه، بعد اللي ما بيعرف بعلمه. ايه بعلمه ما في مشكله. يقول هذا اللي داخل العواد هو في طعم ام احمد. في طعم نعمه داخل العواد. لازم ندقه مع البقدونس مع الكسبره، هاي مخلوط كسبره وبقدونس. يقول العواد هي فيها النكهه. فيها النكهه نعم. العواد فيها النكهه. الحين ببتدي بدق جزءه. اول ما حطيته شويه الحين زاديته الخلطه، هي الخلطه البقدونس والكسبره والثوم والزنجبيل الفريش والسنوت والكمون والقرفه الخشب، حطيت عليه زاديته اربع حبات هيل، زاديته بقدونس كسبره كل هذا تبع. هنا بتحطي ام احمد اشيل الغطا ولا بعد؟ ايه شيلي شيلي معلي. يلا بسم الله شيلي حبيبي بشوف. يلا الحين اشوف الحين تحمرتها. الحين يتحمر البصل مع الدياي. بصل مع الدياي. بصل مع الدياي يتحمر. الشكل رحنا بالاول نسوي محمد. الشكل الحين اللي يتحمر عشان تعرفي البصل هو بروحه بيطلع ريحه له. بيطلع ريحه وبتروح الريحه ريحه الدياي. ايه روح محمر ام احمد البصل مع هذا. مع البصل مع هذا. الحين هذا بنحط الخلطه فيه. قلتي هاي خلطة أم أحمد. أم أحمد الحين خلاص أم أحمد خلطتك كل حد عرفها. عرفها خلي عرفها ما في مشكلة. ما في مشكلة. الحين هذا الحين شوفي بريحة تطلع وريحة الدياي وريحة البصل. الحين بنضيف هذا عليه، ضافينا عليه البهارة الخلطة. الحين بنحمر هذا هذا الحين بنحمره. شوفي كيف اختلط مع البقدونس والكزبره والخلطه. الحين عشان تعرفي حتى ريحه الدجاج مش ان هذا الاشياء هو عدل لهذا. الحين بنضيف عليه هذا الرومي عشان انت تسمي الرومي، ناس يسموه فلفل بارد. احنا نسميه رومي.
بحط الطماط شو بعد. هذا الطماط. الحين بحطي هذا عليه. عشان يجي طعمه حلو محمد؟ نعم يجي طعمه حلو. الحين بحمر هذا. الحين بتحركي عشان. الحين بنحط بنضيف عليه الاضافات اللي هو في حاجة الصالونة. الحين بنضيف عليه هذا. هذا هو البطاط والبيليان. هذا البيليان. البيليان والبطاط والجزر. والجزر هذا هو الجزر. وهذا الكوسه هاي محمد. وهذا الكوسه عشان كلها تبع الصالونه. هاي تبع الصالونه. نعم هاي الدياي واللحم بس. السمك شيء ما يحط. لا السمك ما نحطي بس الدياي واللحم هذا نحن نحطي فيه. الحين تخلطيه مع بعض لا محمد؟ نعم الحين اخلطه مع بعض. اصب ليش ماي ولا بعد النشا محمد؟ لا صبري خل احمر هاي بهارات هاي. هذا الحين خلطناه كلنا مع بعض مع البقدونس والكزبره والدياي والبصل والبطاط عشان كلها تنخلط مع بعض. كلها مع بعض الخلطه عشان تشيل زفاره. الحين اتحمر. الحين احطه ليش ماي؟ ايوه. الحين بنبهر وصبري معي. يلا الحين هذا بنحط عليه البهارات. يلا حط البهارات. أول بنحط الكركم اللي هو حق الصالونة. هذا هو الكركم. نعم كركم. وهذا هو الهال النعيم. نعم الهال الناعم. هال الناعم هذا عبارة قفشة وشوية. هذا الكركم نص قفشة نص معلقة. والهال معلقة ونص. هذا الكمون معلقة قفشة. إيه قفشة واحدة. هذا القرفة قفشة واحدة. القفشة الناعمة. أكل القرفة الناعمة. بعد الفلفل الأسود. إيه شوية نص. هذا حب. نفس قفشة حب. هاي نفس قفشة. نص القفشة. وهذا الفلفل الأسود. هذا الفلفل النعيم. الفلفل النعيم هذا هو. وهذا هي الفلفل الناعم. هذا الهال ناعم. هال توش ما ضفيته محمد. هال ما هاي الهال هاي الزنجبيل سوري يعني ناعم. هذا الهال الحب. الهال الحب ما وايد ثلاث حبات. زين هذا الحين هذا الناشف. هذا الناشف اللي هو نحط شوية على الخفيف. حد يحب حار حد ما يحب. الحين الجو حار. الجو حار ما ينتكل. الحين هذا بنضيف عليه هاي شوية الناشف عشان يعطيك اللذة طعمة هذا القرف الخشب. هذا هذا الناشف هذا محمد. ناشف هذا الخار الناشف. الزنجبيل ما حطي هذاك وش اسمه الثاني. الحين بنضيف عليه. في ناس يضيفوا في ناس ما يضيفوا محمد. الحين بنضيف عليه الناس حد يحبوا صالونه بيضة. ايوه بنضيف عليه المعجون. هاي ام احمد تحب تضيف المعجون. في المعجون. ناس لا يحبوا الصالونه البيضة على ما يقولوا الصلصه. الصلصه في ناس ما يحبوا الصلصه يحبوا الصالونه بيضة. ايه احنا لا لازم الصلصه. ام احمد لازم تضيف الصلصه. اذا الصلصه الصالونه تستوي حمراء تعطي. بس محمد في ناس ما يحبوا بعد المعجون يحبوا هذا شو اسمه الصالونه. الحين بنضيف عليها هذا حمرنا هذاك ما حطيته محمد. الثوم علي. الثوم ولا حطينا. حطيتي؟ حطينا ثوم. حطينا ثوم هذاك حطينا ثوم. هذا الخلطة الدياي. هذا الحين صالونة الدياي. الحين نصب الماء الحار. الحين علي صب الدياي. صب ماي حار. صب الماي الحار. اعطيني شوي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحين الماي يكون حار. ليش؟ يعني. عشان صار بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الماي. هاي الصالونه. عشان الماي سوينا حار. ليش؟ عشان الصالونه ما تنبض على على شان على طول على طول على طول تطبخ. محمد خبريني بعد ولا بس؟ شوي بعد. بس. 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 يلا بس. الحين بتطبخ بيطبخ الحين مع الصالون. الحين بيطبخ الدياي. شو بسوي انا محمد؟ داخذ الاكل
الحين بنملحه على طول. حطي فيه ملح. بملحه على طول الحين. الحين بنملحه. طبعا اللحم هو الوحيد ما يملح على طول. عشان ما يطبخ. ما بينضي. الدياي على طول. الحين بنملحه هاي شكل شويه. ما بنكثر فيه، إذا عرفنا الملح ما كافينا نقدر نزيده. إذا يعني ملح ما نقدر نزيده. الحين عاد أنت مرقتي خلصت، الحين بدور بخبز لا محمد. يلا توكل. بعدين ايش بتحطي فيه الورق هذاك؟ ما بتحطي فيه الورق محمد؟ حطينا فيه. حطينا خلاص. الحين بنضيف عليه الورق البرياني هي. اللي هو الخشب هالشكل عشان هو الريحة واللذة بالخشب. بس بالخشب ماله. في ناس بس يحطوا ورق بس خلاص. سكر عليه محمد. الحين بنسكر عليه بيطبخ على ما يقول. يقول ثور يا شيخ القدور، بناكل بنصير ندور. الحين انا بدور اخبز ام محمد، شو رايك؟ خلاص عشان تخلص الصالونه من سوق الفريد. خالص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الماء اذا احتاجته ام محمد انا بطاول ان شاء الله. الحين بحط الطبي مال الخبز. بسم الله الرحمن الرحيم. وزعن ايدش ام محمد. خلاص خليه حار الطبي، بعدين بدور اخبز عليه عشان اذا ما حر ام احمد ما هذا شو اسمه. خلي يستوى حار من دور نخبز عشان تكون الصالونه خالصه. يكون الخبز مشي، لا مشي شويه ما عندي شر. مشي. بسم الله بسم الله الرحمن. هذا هو الطحين الحين ام احمد مرتاح. شوفي مرتاح عشان مساعه مع عيون الحين. خلاص ما يستوي زين. ايه خلي بس الطوبه يستوى حار عشان اذا ما يكون حار وتحط الطحين يلزق. لازم تسوى هالشكله. شوفي بعدنا ما سوى صوت. الا الحين ما سوى ثم. اذا هو حار يسوي صوت. نحن نعرف الصوت ما نرش بماي عشان تشوفي بعدين القدر شيء. نرش بماي عرفنا اللي صوت لي. ايه ما دام ما ياب صوت ما نقدر نحطه. لازم ان الطبي يستوى حار بعدين هذا وش الطبي شو ما. ايه بعده بعده. ايه بعده. حار 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 معلي حار. خلاص شوف ام احمد استوى حار. الحين سويت الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحين بنبتدي نسوي الخبز. ام احمد تسوي الصالونه. نعم هاي صالونه الدجاج ان شاء الله بتخلص. بنسوي فريد. ام احمد؟ نعم بنسوي فريد عقب ما تخلصي. يلا بنقطع الخبز حق الفريد. فريد ان شاء الله. الحمد لله مستمتعين في الاجواء هذه في المناطق منطقه شيص. اول ما تبدي مدحه عقب مدحه النحوه عقب النحوه شيص عقب شيص حير بن حميد. وانت رايحه انت رايحه اي وانت رايحه. نعم هذا احنا الشارع شو يطوف يطلع من النحوه. اي من النحوه لشيص. من شيص يصير من حير بن حميد يصير. عدنا حير بن حميد خلاص سكر الدروب من هناك. تقدر تسير الى الشارجه، تسير الى دبي، تسير الى ابو ظبي. شوارع ومن هناك الشكل الشوارع ترى صح. طب شوفي ما حار من ما حار معلي ما حار. اذا ما حار ما تشيل الخبزه. ما حار ما تطلع الخبزه بسرعه بس ما تشيل ما عالي. ما يشيل لازم الطوبه خبزه واحده لازم تخترب ام احمد. اول الطوبه اي اول الطوبه لازم واحده تخترب بعدين يستوي زين. استمر ايه استمر قل لي يستمر هاي الخبز ويستمر هذا الضوء عشان الضوء الهواء يحركها. لا قامت ما علي بتقوم ما علي. تات طوبي بعد انه جهه واحده حار وايد جهه واحده بارد. ما علي بيستوى حار بيستوى زين. شوفي خلي حر شويه بهذا حطي بهذا 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 حطي على التقطيع حق التشريب ان شاء الله. يلا يلا معلي ان شاء الله. الخبز الحين بادين ان شاء الله بيخلص هذا بعد بيخلص هذا شو اسمه.
هاكي اخر وحده عندك. خلصت ام احمد شفيها؟ خلصت هي. خلاص يلا الحين بنقطع الخبز. الحين بنقطع الخبز ونحط نسوي الفريد شفيها؟ اي خلاص يلا ام احمد الحين هذا نقطع فيه الخبز. يبي خلنا نعس شويه. تفضل يا ام احمد. يلا بسم الله. يلا قطعي ام علي. بسم الله ما محتاجينه كله، لازم كله ام احمد؟ عينه من عينه انت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الخبز اللي هو قطعناه تونا خبزناه فريش الحين للتشريب، هذا هو الخبز. الحين تعرفي كيف ام احمد رحنا زمن الاول هاك نقطعه، الحين شو يستوي؟ يسووا هالشكل خبز يحطوا هالشكل ويصبوا عليه. احنا نسوي بعد هالشكل ناس ويصبوا عليه. شو رايك؟ هي الحين التشريب مطالب بتقطعي؟ الحين رحنا هالشكل نسوي، نجيب الخبز نسوي شكل ونحطه عليه ما نقطعه. قطعي قطعي معلش عشان نحط الخبز هالشكل ونصب عليه صالونه. قطعي زين معلي، هذا التقطيع لهذا عشان يشرب الصالونه. الحين الصالونه خلصت بعد ام احمد صبيه حطي قطعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين رحنا ما نقطع ام احمد هالشكل هني ونحطيها هالشكل ونصب بس لا ولا بعد اجيب هذا بس الخبز بس بس هذا للصالونه. يلا عندي شي القفشه هذا يلا ان شاء الله. الحين خلصنا. ريت الملح زين؟ اي ملح زين. يلا اي تعالي شوي منه. الحين بنشل صالونه، طبعا صالونتنا خلصت، بنصب الحين الصالونه فوق الدياي فوق الخبز فوق الخبز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين اول بنصب هذا الماء، بنصلي بنصب اول بار المرق. هذه هي الصالونه اللي تونا خبزناه الفايد، تونا خبزنا خبز فريش. ها الحين خبزنا خبز فريش، اول بنصب الصالونه عشان اللي خرص هذا الصالونه. هاي صالونتنا خلصت بس حطي دياي ام احمد بالله. ان شاء الله تكون باعجابكم يا المشاهدين ان شاء الله. يلا حطي دياي ام احمد. ها اهو هذا دياي خلص. يا خلصت الصالونه الدياي عباره الفريد. ايه. سوينا الصالونه وخبزنا والحين هذا هو هذا خبز الفريد. هذا هو الخبز العربي مع هذا تشريب مع هذا الخبز ولهذا هذا 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 الصالونه. بتحط علي بعد شيء كزبره تعدلي هاي ام احمد ولا ما لي داعي؟ ان شاء الله ان شاء الله حاولي شويه. هذا الخضره هذا الخضره وهذا اللي حط علي شيء اخضر ام احمد، غطى على القدم حط عشان يعطي لون زين ان شاء الله. هاي اعزائي المشاهدين هو الفريد الدجاج. هذا الفريد الدجاج ان شاء الله. خبزنا تونا الخبز الرقاق والحين سوينا الصالون الدجاج وسوينا ان شاء الله بالهنا والعافيه. اعزائي المشاهدين ان شاء الله تعجبكم هذه الطبخه، طبخه ام احمد معاها الخلطه السحريه بعد. ايوه هاي ام علي وام علي هذا بعد احنا عشان يعطي لون حلو صح؟ يلا هو هذا بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله تعجبكم هذا المشاهدين. هو هذا الفريد بسم الله هنا وعافيه ان شاء الله. هنا وعافيه.